صباح الخير مكه. مكه لسه واخده الشاور ولابسه هدوم الشتوي. قولوا لي في الكومنتات هدوم الشتوي حلوه ولا لا، وبتحب تتفرج على الفيديو بتاع عيد ميلادها. بص بتقولي كاكا كاكا. وانت عروسه كده باذن الله. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وكومنتات كتير ولايكات اكتر، وتابعونا على الانستجرام في صندوق الوصف كل يوم فيديو الساعه 12 الظهر. كلنا متجمعين احنا النهارده هنفطر بسكوت، ومحمد هيشرب عصير كمثرى، وانا هشرب روني. انا بحب الروني الخوف. انت بتحب روني ايه؟ ومكه هتاكل زبادي بالفراوله عشان مكه بتحبها. محمد جاب لي عصفور جديد، والله فرحتني جدا، شكرا يا محمد. التانيه كانت زعلانه خالص وكانت بتاكل في الحديد ده، قال لهم ان هو نقص كلسم، وجاب لها اللي هي عامله زي قشره السبيت دي يا محمد، عظم السبيت. لونه تحفه اصلا. انا عجبني العصفور بسبب لونه، غير الاصفر اللي كان عندي ازرق كده في رصاصي في ابيض، حلو قوي. اخيرا الدنيا شتت. اخيرا انا دلوقتي هعلي صوتي عليك. انا بحب الشتا جدا والله. مين هنا بيحب الشتا؟ كنا في اواخر الشتا قبل اللي فات. غسيل كرة بل؟ غسيل كرة بل. يس يس. اشتري لي مانشر يلا. شوفوا يس. محمد على فكره مخلفه لا انا هفرش على السور. يا ابني ليه بتجيب بقى؟ لا انا هفرش على السور. طب اقول لك على حاجه، الشتاء احلى من الصيف كتير. دلوقتي جيت معاك اعمل الغدا. دلوقتي هعمل غدا فراخ شمرت اللي هي الصغيره دي، غسلتها كويس جدا بالخل والملح والليمون، ودلوقتي بشوحها على جنبين الاول، بديها الصدمه كده، اديتها الصدمه الاولانيه. الفراخ الصغيره دي تبقى حلوه قوي في الاكل. بعد كده هنزل عليها بالبصل والملح والكركمه، مش هحط على الفراخ البلد اي توابل تانيه عشان تبقى ليها طعم. وهنزل عليها بالميه واسيبها تستوي. دلوقتي انا حطيت الميه على الفراخ وهسيبها تستوي براحتها، بس هوطي عليها النار عشان ما تتحرقش. خلاص كده انا هعمل الرز. دلوقتي انا بعمل الرز، حمرت الشعريه تتحمر، حطيت لها حته زبده وحبه زيت، ونقعت الرز في ميه اهو بغسله. بس احسن رز بستعمله بصراحه الضحى. جبت الرز اللي هو العادي المصري العادي، ما عجبنيش خالص. فكده هنزل انا هعمله النهارده بالشوربه. بص كده لونها حلو، هنزل بالشوربه. دلوقتي حطيت الشوربه، حطيت زي كوبايه شوربه، وهحط الرز. وما حطيتش ملح علشان الشوربه، انا حاطه لها ملح في الفلفل وظبطت الشوربه بتاعتها بقت حلوه. بص كده حلو. وانا بعمل كميه صغيره على قد انا محمد، علشان الرز لما بيقعد كتير بيبقى مش حلو. هسيبها لما تتشرب الرز واوطي عليه كده. خلاص الرز بيتشرب اهو واوطي عليه، ورز الضحى مش بياخد شوربه كتير او ميه كتير. دلوقتي الاكل على النار، وهناكله ايس كريم اوريو. انا بحبها قوي بصراحه. في الشتاء هناكله ايس كريم او بعد الشتاء عادي. دي انا بعشقها والله. مين هنا بيحبها؟ يا حياة. مكة دلوقتي احنا رايحين للدكتور. مكة عندها استشارة، ومكة نايمة دلوقتي، وبعد كده هنطلع على البيت عشان ناقصنا حاجات هناك هنجيبها. مكة لسه تعبانة شوية. عشان كده عندها استشارة، هوديها للاستشارة النهاردة. الجو جميل طبعا، الشتاء الشتاء حلو جدا. ما بحبش الشتاء بسبب المرمطه اللي في الارض. انا بحب الشتاء عن الصيف. لا الصيف احسن عشان نتفسح فيه اكتر، نروح البحر. هنركبوا تاكسي بقى. انت جميل خالص. لا يا مكه. استنى فينا. يلا يلا يلا.
جميل. دلوقتي رجعت البيت بعد الاستشاره بتاعت الدكتور بتاعت مكه، وقال لي ان مكه كويسه الحمد لله وتحسنت احسن من الاول. ودلوقتي انا رجعت بيتي، كان ناقصني حاجات جبتها، وهدوم الشتوي بتاعت الخروج بتاعت مكه انا ما كنتش جبتها من المحل وشلتها هنا، انا جبتها عشان انا شتت لها خلاص. والشنطه دي انا مسافره بس مش هقول لكم رايحه فين، هتعرفوا في الفيديو اللي جاي على طول. وهروح البيت وهوريكم وانا بحضر الشنطه بتاعت السفر. دلوقتي بعد ما رجعنا من عند الدكتور حضرت الغدا عشان محمد جعان، حطيت رز وحمرت الفراخ وخدت بابا غنوم من ابله هند وشوربه وبيبسي، ده لازم على الاكل. وتعالوا اتفضلوا معايا هناكلوا على الارض بقى. تغيير النهارده. دلوقتي جه ميعاد ان انا احضر الشنطه، انا رصيت كل حاجه عشان ارص الحاجه على طول. ومكه كويس ان هي نامت عشان اعرف اصور لكم الفيديو، عشان من ساعتها وهي عماله تعيط عشان تعبانه والله العظيم، بس الحمد لله. يلا بينا نرص الشنطه، انا حضرت كل حاجه فوق تاني بس مش هقول لكم انا رايحه فين دلوقتي، هتعرفوا الفيديو الجاي. انا هاخد 5 فوط، هو شكل الشنطه كلها الفوط خالص مفيش مكان. واخد 3 ملايات، احنا ممكن نفردهم كده علشان ما ياخدوش مكان، صح يا حمو؟ صح. ممكن الملايات تاخديها في العربيه تقعدي عليها. لا هتتبهدل. ما انت اللي هتقعدي عليها انا وانت. ما هتتبهدل عشان ما تاخدش مكان. لا ان شاء الله مفيش حاجه، كل حاجه هتيجي من مكان ان شاء الله. ولسه كاوية لمحمد هدومه كلها، صح؟ صح. قال لي تكويلي هدومي كلها. كويت القميص اهو والتيشيرت ده، احنا مش عارفين الجو ساقع ولا حر، احنا واخدين صيفي واخدين شتا. انا بس الغلبانه واخده صيفي بس. قولوا بقى رايحين فين؟ قولوا في الكومنتات، خمنوا بقى انا رايحه فين. والتيشيرت ده والتيشيرت ده شتوي كل دول. كل ده شتوي وكل ده انا كوياه، والبنطلون ده لسه كوياه والبنطلون ده لسه كوياه، صح؟ تسلم ايدك والله، ما كويتش لنفسي طرحه. والله العظيم في طرحه كنت عايزه البسها ولقيتها مكسره، قلت والله ما انا كويها. طب ليه ما كويتهاش ليه؟ ما كسرت بقى، ايدي وجعتني. والهدوم دي الشورت اهو تيشيرت صيفي دول؟ صيفي وشتا. انت بص خلاص مفيش مكان ولا ليا ولا المكة، احنا غلبانين. انا اخد هدوم ياما، مش عارفه انت رايح ايه. وده الشورت اللي يمين دي، ومكة بدأت تصحى. ايه تاني فاضل؟ المفروض ليك بنطلون، صح؟ هما 2 بس، صح كده؟ ما خدتش لا 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 ما. والجاكيت محمد الشتوي. مكة مكة صباح الخير يا مكة. مكة في مكة. ايه يا بابا؟ ادخل على، مش مشكلة هدومي انا دلوقتي، اهم حاجة هدوم مكة. ايه 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 يا مكة تعالي، صباح الخير. عدينا هدوم، عدينا هدوم. صباح الخير صباح الخير مكة. مكة خدت شاور ولبست ترنج جديد غير اللي كانت لابسه الصبح ونامت، صح؟ صح؟ استغربت. انتوا بتعملوا ايه؟ ودلوقتي بقى هحط المكة الترنجين لسه ما لبستهمش بديت. اهو الترنجين، صح كده؟ صح. مفيش مكان ليا يا محمد. لا لا هيكون في مكان. انا شكلي مش هاخد الشروطه دي خلاص بقى، شدتي المكه حتى لو الجو حر مش مشكله عشان متعبش. مش متعبش؟ بلاش الشورتين دولت والتيشيرتين دول، خديهم خلاص. اخد دولت لو كده البسهم لها على البناطيل دي عشان البناطيل دي خفيفه. حلو. والشروطه بلاش. ماشي ماشي. بس والله انا مش عارفه الجو ايه، صيفي ولا شتوي، عشان كده واخده الاتنين، واخده التيشيرتين الجداد دولت اللي انا رحت وجبتهم من البيت عشان خاطر مكه، والبنطلون العسل ده الله. والبنطلون العسل ده طعمين ده. مكة مش بتحب الجينز. لا بحس ان هم هيخنقوها، وهي اصلا بتتخنق بسرعة من اي حاجة. وده ترنج ليا، ما
محمد مش لاقي مكان ليه لا 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 هتقفل والله عادي والباسيت بتاعتي صح ولسه هدوم مأكل البيت انا خدت 3 طرح بس انا احط طرحتين لسه وخدت المكه الهدوم دي هدوم البيت اه تنام بيهم يعني ايه اه تنام بيهم طرح بيهم ماشي كده وكوتشيات هحطها في لسه كوتشيات صح انا عايز الكوتشي الابيض بس وانا عايز كوتشيين ماشي كده كفايه واحط ده تاخدي ده كسر صح انا كده لسه ما خدتش حاجه ليها خروج اصلا لا والله والله انا بروتين بس واخد الشيستين دولت صح كده وهاخد الشيل ده عشان لو الجو ساقع ومكة تتدفى بيه لو بره البيت كده ولسه الشنطه دي في ايه الشنطه دي فاضيه بس انا حاطه بقى شنطتي صح كده ولسه الشنطه دي تاخديها معاكي كمان بس هحطهم فين هيجوا هيجوا هقفلها لك دلوقتي ممكن نحطه البامبر المحطه كمان ممكن نحطه هنا صح؟ هتاخدي ايه تاني؟ بس احنا عايزين شنطه كمان بقى مكعب ومكعب تحطها في الشنطه كمان؟ سيبيها وانا هقفلها لك انا يعني هتقفلها لي؟ حطي كل حاجه وانا هقفلها لك ماشي في حاجه تانيه؟ خلاص كده الكوتشيات هحطها في الشنطه اللي قدام ماشي فين الكوتشيات بقى الكوتشي اهو ده اول واحد ده بتاعنا الابيض وده بتاعي وده بتاعي ومعلش الاوضه مكركبه علشان انا كنت بحضر حاجه وما روقتش الاوضه لسه بقى هخلص واروق الاوضه ونتعشى وننام بعد يوم تعب محمد حب يكافئني بشاورما هو عارف ان انا بحب الشاورما جاب لي شاورما فراخ وشاورما لحمه شكرا يا حبيبي اي خدمه والله تعبت جدا النهارده في تحضير الشنطه واليوم كان متعب كده خلص اليوم بتاعنا وهندخل ننام وسبسكرايب في القناه وفعلوا زر الجرس وكومنتات كتير ولايكات اكتر ويا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم وتابعونا على انستجرام في صندوق الوصف كل يوم فيديو الساعه 12 الظهر باي